out بتساوي power in minus power copper armature minus power copper بضل 37000 فيلد. نعم قديش بيطلع؟ 37000 الباير يعني 258. ممتاز اوكي. هذا طبعا نومينال ما راح يكون بالضبط الرقم اللي موجود معنا. اذا لو طرحنا خلينا بس نشوف الاشياء اللي راح نطرح هون. برشز ناقص بي كور ناقص بي ميكانيكال ناقص بي سبراي. لو طرحنا هذول كلهم اللي هي كانت 43,750 ناقص 1,734. تأكد يوسف ان هذول الارقام اللي طرحتهم موجودين. 1,250 ناقص 340 ناقص 3,168 وآخر شيء 437. هذا بتقول انه طلع قديش؟ 37 258 258. شملت هذه من هون لان انا طالع عندي هون لا 36 و 820. مضبوط هيك اوكي. اذا ما طلع نفس الرقم بالضبط اللي هون قريب منه قريب منه. قديش الافشنسي تبعت السيستم؟ قصدنا ناخذ هلا هون ناخذ الرقم اللي هو بي اوت على هالتحاطه هو بي اوت على بي اوت بي اوت على بي ان في 100%. ايوه ايش سؤالك؟ تفضل. اوكي اذا الافشنسي تبعت السيستم تبعت بتطلع 84% اللي هي بي اوت على بي ان 100% وتطلع 86 84 2. هذا نسبيا رقم منخفض. الماشينز الحديثه قديش بتوقع انها تعطيني خصوصا الاندكشن ماشينز؟ بحدود ال 90 91%. المودرن اندكشن ماشينز اي سي ماشينز اعطوني ارقام بحدود تقريبا. طبعا بدي احاول اصمم الماشين اخفف من الكور لوسز واخفف من الهستريسز واخفف من الايدي كارنت لوسز اخفف من الفريكشن اخفف من الويندج كل الاشياء هاي. ممكن استعمل بيرمنت ماجنت هون اتخلص من الالكترو ماجنت يحسن الافشنسي. مظبوط. الالكترو ماجنت شو بكلفني؟ من ناحيه انرجي. البيرمنت ماجنت nothing ما بكلفني شيء. البيرمنت ماجنت بدي احط له فيلد بدي احط له كارنت ما في. فبحس بقدر احسن الافشنسي تبعت السيستم باشياء كثيره باني ارفع الافشنسي تبعت هذا الدي سي موتور. هاي الافشنسي امتى بتصير؟ امتى بتكون الافشنسي على اي كونديشن؟ فول لود. شو بيصير بالافشنسي ات نو لود؟ عند هذا التيست اللي احنا عاملينه ات نو لود قديش كانت الافشنسي؟ زيرو. فبشكل عام كقاعده عامه ايش بنقدر نستنتج؟ كل ما خففت اليوتيلايزيشن تبع المشين شو بيصير بالافشنسي تبعتها؟ بتقل. اذا انا جاي شاري ماشين على 50 هورس باور وقعد طول النهار مشغلها على 20 هورس باور ايش الافشنسي تبعتي راح تكون؟ كان الاحسن اني ايش اعمل؟ اني اشتري هورس باور 20 هورس باور ماشين. حرام انت تجيب ماشين. لذلك انت بدك تحاول تشغل الماشين على اقرب نقطه للفول للريتد تبعها عشان تستفيد من احسن افشنسي. او اذا انت عارف حالك اللود تبعك بينزل وبيطلع شو بتقدر تعمل؟ بتقدر تشتري اثنين 25 هورس باور ماشينز وتشغلهم مع بعض ان باراليل مثلا اذا بزبط معك. ولما تحس اللود خلال النهار نزل شو بتعمل؟ تطفي واحدة منهم. هذه فيري فيري جود كونسبت امبورتنت كونسبت انه انا بعمل شدي بعمل بطفي الاجهزه اللي انا مش محتاجها فبضل محافظ على اعلى افشنسي ممكنه. فبشغل مثلا ثلاث محركات بدخلهم على نفس الجير بوكس ممكن اعمل هيك. بعدين لما بحس انه اللود خلال النهار خف بطفي اول ماشين بطفي ثاني ماشين وبضل شغال على ون ماشين. فالافشنسي تبعت الون ماشين بتضلها اعلى ما يمكن. حسيت صار بدي لود اضافي بشغل المشين الثاني بشغل المشين الثالثه. هذا مهم جدا كونسبت مهم جدا عشان اقدر احافظ على احسن افشنسي او اعلى افشنسي.